الممتازة، ومثل ما تفضلت من حيث الزمان والمكان، خلينا نذكر فقط الزمان وبما يتعلق بالعلاقة المباشرة مع القمة العربية التي ستنعقد إن شاء الله قريبا في الجزائر. أعتقد أن هذه بشرة خير، وأن قدرة الفلسطينيين على توحيد صفوفهم وتوحيد كلمتهم تدل على أن الأمة العربية ككل ستحدو حدوهم وستطلع من قمة الجزائر بمواقف متميزة إن شاء الله، تجمع الشمل وتوطد التضامن فيما بيننا وتجعلنا ننظر إلى المستقبل المشترك نظرة أخوية، نظرة تجمع شملنا إن شاء الله وطاقتنا في نفس الوقت.